الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأطهار، الصحابة الكرام الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح السلم المنورق للعلامة شيخ الإسلام وشيخ الأزهر الشريف الشيخ حسن ابن درويش القويسني رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الله تعالى أحياء وأموات. قال رضي الله تعالى عنه، قال صاحب السلم: فصل في مباحث الألفاظ. مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد، فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، وهو على قسمين، أعني المفرد كلي أو جزئي حيث وجدا. فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إذا خرج. فصل في مباحث الألفاظ. اعلم أن المنطقي لا بحث له إلا على المعاني، إذن فلماذا جاء بمبحث يتعلق بالألفاظ مع أن المنطق قضايا عقلية أمور تتعلق بالمعنى لا شأن لها بالألفاظ؟ هذا سؤال مهم، لكن هل المعاني توجد من غير الألفاظ؟ ها؟ هل يوجد لفظ بغير معنى؟ ممكن في ألفاظ مهملة ليس لها معاني، زي ديز مقلوب زيد، هذا يسمى إيه؟ مهمل. لكن لا يوجد معنى من غير لفظ، كيف نعبر عن هذا المعنى؟ فلا بد من وضع المعاني في قوالب هي الألفاظ. ولأجل هذا احتيج في المنطق إلى مبحث في إيه؟ فيما يتعلق بالألفاظ. لهذا السبب اعلم أن المنطقية لا بحث له إلا على المعاني، لكن لما كانت المعاني مفتقرة في فهمها إلى الألفاظ، فالمعاني مفتقرة يعني محتاجة لأنها لا توجد إلا في وعاء، في قالب هو اللفظ. لكن لما كانت المعاني مفتقرة في فهمها إلى الألفاظ، عقد المنطقيون لها بابا وقسموا المستعمل منها إلى المركب والمفرد، يعني لا شأن لهم بالمهمل، وإنما التقسيم أي تقسيم الألفاظ حيث وجدت إلى مركب وإلى مفرد، هذا في المستعمل منها. إذن فالألفاظ على قسمين، مهمل ومستعمل. ما معنى مستعمل؟ يعني نستعمله في هذه المعاني،
فإذا أردنا أن نعبر عن الخروج أو الدخول نقول خرج ودخل، هذه معاني متضادة. إذا أردنا أن نعبر عن معنى رجل فنقول إنسان أو ذكر أو أنثى أو سماء أو أرض، فهذه كلها ألفاظ تعبر عن معاني. أما الألفاظ التي لا تعبر عن شيء وإنما هي مجرد أصوات أو لم توضع في اللغة العربية لمعان، فهذه تسمى إيه؟ المهمل، يعني أهملت. يعني ممكن يكون الكلمة مثلا لما نجيب مثلا كلمة رب، رب نقلبها تبقى بر، فهي مستعملة إيه في المعنيين، رب رأبة لو قلبنا تبقى إيه بر، هنا في استعمال وهنا في استعمال، وهذا لمعنى وهذا لمعنى. إنما زيد لو قلنا دايز يبقى فيهم واحد مستعمل والثاني إيه مهمل. فممكن نقلب تصاريف الألفاظ، يعني ممكن الكلمة مثلا من 4 أحرف نقلبها، نجيب الحرف الأول نخليه الثاني والثالث الأول وهكذا، فنخرج منها تراكيب كثيرة، نجد منها ما هو مستعمل وقد يكون هو القليل، وممكن تكون 10 تصاريف للكلمة غير مستعملة وواحد فقط اللي هو إيه مستعمل، وقد يكون إيه العكس وهكذا. فالكلام الآن في المستعمل ولا في المهمل؟ في المستعمل. لا ينفع هذا، لا بد من درجة الغليان، لا بد من درجة 100. هذه الحرارة عندكم تشبه البرودة. يلا اقرأ يا منى. من القارئ؟ لازم يغلي كغلي الحميم. من القارئ؟ ايش هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وانتوا لسه هتتعلموا قراءة؟ ما هذا يا شيخ، حرام عليكم. فصل في مباحة الألفاظ. يعلم أن المنطقي لا بحث له إلا على المعاني، لكن لما كانت المعاني مفتقرة، لكن لما كانت المعاني مفتقرة في فهمها إلى الألفاظ. أفصح يعني اقرأ باللغة الفصحى، وأعرب يعني بين الإعراب. وقسم المستعمل منها إلى المركب والمفرد، كما قاله عن المصنف مستعمل الألفاظ حيث يوجد. لا هكذا، لا لا تقرأ، لا أحب القراءة بهذه الطريقة. مستعمل إذا كان في حد هيقرأ يجي هنا جنبي، مفيش يبقى خلاص مش هيصلح، قراءتك لا تنفع. شوفوا واحد يقرأ. لا لازم يكون منكم، ما ينفعش يكون أجنبي، ما يصلحش يكون واحد غريب من أهل الكتاب. لا ما فيش حاجة اسمه تحاول أغزيله يا أخي. مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. لازم القراءة تكون فصحى، ما يقولش مستعمل الألفاظ حيث يوجد. ايه ده؟ هي ايه؟ هو ده نظم، مش قراءة، مش ده
فرنساوي ولا ده، لازم يقرأ بطريقة خاصة. يستعمل الألفاظ أي المستعمل منها، يعني الكلام فيما يستعمل، خلاص. فخرج منها المهمل، المهمل مثل إيه؟ مثل ديز، اللي هو مقلوب زيت. وقوله حيث يوجد يعني في أي مكان يوجد، خلاص. اللفظ المستعمل يعني الألفاظ المستعملة، إما أن تكون مركبة وإما أن تكون مفردة. ولهذا قال حيث يوجد، يعني في أي استعمال، لا يوجد إلا المركب وإيه والمفرد. إذن فجميع الألفاظ المستعملة تنقسم إلى إيه؟ إلى قسمين. واضح؟ حيث يوجد أي في أي مكان يوجد الألفاظ المستعملة، فهو إما مركب كزيد قائم. كزيد قائم، خلاص. يعني ده إيه ده؟ ده المركب، لأنه في إسناد. زيد ده مسند إليه، قائم ده إيه؟ المسند. طب إذا عرفت إنه المركب زيد قائم، هنا في حاجات عجيبة جدا. يعني إذا جاء بسكر لا يأتي بما يقلب، وإذا جاء بالملعقة لا يأتي بالسكر. فجاء وفنى، أنا بقول له هات من غير سكر، فلماذا جاء بها؟ هذا لا ينفع في المنطق. وإما مفرد كزيد. أصبر يا أخي، يبقى المركب زيد قائم، طب والمفرد؟ ها؟ زيد أو قائم فقط. يبقى إذا كان مفردا لا يكون إيه؟ مركبا، وإذا كان مركبا لا يكون إيه؟ مفردا. ده فأول اللي هو إيه؟ فأول اللي هو المركب. الآن سأشرح لك الألفاظ أو اللفظ أو ما استعمل من الألفاظ مركبا. فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، يعني بعكس المفرد. ما تلا يعني ما تبعه، يعني ما جاء بعده. تلاه يعني جاء بعده. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها يعني تبعها. فأول أي المركب، وصور الابتداء بالنكرة ووقوعها في مقام التفصيل. يعني واحد يقول لك هنا لما نيجي نعرب فأول ما دل جزءه، فأول يعني المركب، ولم يقل فالأول، قال فأول، وهذا نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة. فهناك مسوغ لكي تبدأ بها، وهو وقوعها في مقام التفصيل. يعني كأن التفصيل ده أكسبها تعريفا، لأنه حنفصل مجمل، فكأنها إيه؟ نكرة، ولكنها إيه؟ التفصيل أكسبها المعرفة، فلهذا جاء الابتداء بها. مش كده؟ كعند زيد إيه؟ نمرة. يلا. ما أي هو الذي دل جزءه، خرج ما لا جزء له. يعني ما أي هو الذي، يعني اللفظ الذي دل جزءه. يبقى إذن لما يقول جزءه يعني معناها اللفظ فيه جزءان على الأقل، وكل جزء يدل على جزء من المعنى، يعني لا يدل على المعنى كله إلا إذا جمعنا إيه؟
التركيب، أما كل جزء وحده يدل على جزء من المعنى. إذن فعندما قال ما دل جزءه، يعني هناك ألفاظ مركبة، والمركب يعني تركب من جزئين، زي زيد قائم، فكل جزء من هذه الألفاظ المستعملة يدل على جزء من المعنى، فزيد يدل على ذات موصوفة، وقائم تدل على معنى آخر غير هذه الذات، وهو إيه؟ القيام، وإسناده إلى مين؟ إلى زيد. إذن خرج ما لا جزء له كباء الجره ولامه. يبقى إذن لما نقول إيه؟ اشتريت الكتاب بدرهمين، الباء اللي هي حرف الجر، أو أقول الكتاب لزيد، اللام والباء هنا لا جزء لها، إذن فهذا يخرج مما يعنيه المناطق. صحيح الباء لها معنى مش كده، واللام لها معنى، يعني ممكن تكون الباء للإلصاق، أو تكون الباء للمصاحبة، أو تكون اللام للملكية، ولكن لا جزء لها، فهذا لا يسمى إيه؟ ها؟ لا يسمى مركبا. لماذا؟ لأنه لا جزء له. وأيضا يخرج ما له جزء لا يدل. قلنا إيه؟ اللفظ المركب يكون له جزءان فأكثر، وكل واحد منهم يدل ليس على تمام المعنى، إنما على جزء من المعنى. إذن تخرج باء الجر ولام الجر وباء القسم وواو القسم وتاء القسم، لأن كل هذا لا إيه؟ لا جزء له. ويخرج ما له جزء ولكن ليس لهذا الجزء معنى، زي إيه؟ زيد. زيد لها أجزاء، زاي وياء وذال، ولكن الزاي وحدها لا تدل. ويخرج إيه؟ عبد الله وتأبط شرا، والحيوان الناطق أعلاما. يعني لما تقول كذا هذا اسمه عبد الله علم، ما هو عبد الله ده له جزءان، عبد يدل على العبودية ولفظ الجلالة، لكن ليس جزء المعنى هنا مراد، لأن هذا علم وكذا اسمه عبد الله، فلا نقول إنه عبد تدل على معنى ولفظ الجلالة يدل على إيه؟ على معنى آخر، لأن هذا صار علما إلا إذا صار وصفا. يعني لما يقول مثلا هذا إمام المسجد، إمام لها معنى والمسجد لها معنى، فيصير هذا من المركب. إنما لو سميت الإنسان إمام اسمه كذا في البطاقة إمام، لا، هذا يصير إيه؟ ها؟ يصير علما. وتأبط شرا أهو مركب، لكن إيه؟ ليس المعنى الأصلي مقصودا، وإنما تنوسي. تأبط لها معنى، وشرا لها معنى، وحيوان ناطق علم، يعني سمينا واحد كذا حيوان ناطق، تفتح كده اسمك ايه؟ حيوان اسمه مركب كده، خلاص. زي مثلا صلاح الدين، صلاح لها معنى والدين لها معنى، لكن هو اصلا ده علم، فاسمه كده على بعض ايه؟ صلاح الايه؟ الدين. فهذا يخرج ليه؟ لان هذه اعلام. اذا عندنا هنا ايه؟ مفرد ما لا يدل جزءه على شيء أصلا، ومركب وهو ما يدل جزءه على معنى ليس جزء معناه، ومؤلف وهو ما يدل جزءه على جزء معناه. ودخل تحت المركب. المركب ده كم نوع؟ المركب الإضافي
يعني التركيب عبارة عن مضاف ومضاف إليه، غلام زيد. وفي مركب اسمه مركب تقييدي أو قيدي، زي إيه؟ حيوان ناطق، يعني الصفة والموصوف. والمركب الإسنادي، زيد قائم. يبقى المركب كم نوع؟ ثلاثة: إضافي ومضاف ومضاف إليه، وتقييدي اللي هو صفة وموصوف، وإسنادي زيد إيه؟ قائم. في مركب اسمه المركب المزجي، زي بعلبك وحضر موت. خلاص كده. يبقى إذن تحت كلمة المفرد يدخل الاسم والفعل والأداة اللي هي الحرف. واضح كده معاي ولا مش معاي؟ يبقى ما الذي خرج، لأنه قيد هنا، قال: فأول أي اللفظ المستعمل المركب هو ما يدل جزءه على جزء المعنى، وهذا تحقق في زيد قائم. أما إذا كان ليس له جزء، أو له جزء لا يدل على شيء، أو أنه مركب من جزئين إلا أن المعنى الأصلي تنوسي وأصبح علما، فكل هذا يخرج. يعني كل هذا: عبد الله وتأبط شرا وحيوان ناطق، كل هذا ليس مركبا. خلاص. وإن كان هو في الأصل مركب. ليه؟ لأنه صار علما، فصار كأنه جزء واحد مش جزئين، زي الاسم المركب كده. واحد اسمه مثلا علي حسن، الاثنين اسمه كده علي حسن، مش اسمه علي وأبوه اسمه حسن، هو علي حسن. فهذا إيه؟ يبقى خلاص، يبقى لا يدل جزءه على جزء معناه، لأنه صار شيئا إيه؟ وما يتوهم، اقرأ: وما يتوهم من دلالة أجزاء الأعلام الأخيرة فإنما كان قبل جعلها. يعني يقول لك: وما يتوهم من دلالة أجزاء الأعلام الأخيرة. الأعلام الأخيرة ليه؟ عبد الله وتأبط شرا وحيوان ناطق. طب ما هو ده يعتبر إيه؟ لها أجزاء، وكل جزء له معنى. فإنما كان قبل جعلها أعلاما، يعني هذا كان قبل العلمية، أما بعده فصارت أجزاؤها اللي عبد الله كزاي زيد. خلاص كده. يعني أصبح كأنه ملاش معنى، لا تدل على شيء، ودلالتها السابقة صارت نسيا منسيا، انساها. لأنه لو سميت واحد عبد الله واعتقدت أنه في معنيين تكفر، يعني هو عبد وهو إله، ما كده هتعتقد أن فيه جزء الألوهية، مش كده؟ لأنها صارت إيه؟ نسيا منسيا. يبقى إذا خرج بهذا التعريف. ما من الذي يقول فيكم تعريف المركب؟ ما هو تعريف المركب؟ قول تعريف المركب اللي هو المستعمل. ها؟ أنا بس لم أسمع شيئا. إذا تكلمت فأسمع، وإذا ضربت فاقتل أو فأوجع. إيه تعريف المركب؟ ما دل جزءه على جزء معناه. طيب يبقينا خرج بهذا التعريف أربعة: ما لا جزء له، ما له جزء لا معنى له، ما له جزء له معنى لكن لا يدل عليه. خلاص. زي عبد الله علما، ما له جزء ذو معنى دل عليه دلالة غير مرادة. يعني أنا مثلا لما أسمي واحد حيوان ناطق، صحيح الحيوان لها معنى والناطقية لها معنى، لكن هذا غير مراد، وإنما المراد هو إيه؟ العلمية أو الإسمية. واضح؟ يلا. على جزء معناه بضم الدال عن كل دال،
نعم لم أفهم شيئا أو لم أسمع حتى أفهم. على جزء معناه بضم الزاي. ما دل جزءه على جزء يعني تضم الزاي، طبعا هي متعلق بدل، وطبعا ده يعني قراءة يعني شعبة يقرأ كده بالضم جزء يعني يضم الايه بضم الزاي متعلق بدل، وهتقرأها متعلق بدل، لا هي متعلق متعلق بدل يعني ما دل جزءه فهو تكملة له فلا يخرج به شيء. خلاص كده يعني هذا ليس قيد احترازي، هذا ده يعني توضيح. وقوله بعكس أو بعكس أي حال كون المركب متلبسا بعكس أي ما أي المفرد الذي تلا المركب في الذكر أي تبعه. يبقى عرفنا الآن تعريف الإيه المركب، وخرج أربعة إيه أشياء بعد كده تعريف المفرد. فالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه بأن لم يكن له جزء كباء يعني باء الجر دي نقول عليها مفرد ولا مركب؟ ها؟ مفرد لأنه ليس لها يعني شوف كده إيه يعني هذا لا يدل أو له جزء لا يدل على معنى كالأعلام الإيه؟ المتقدمة. يبقى إذن الخلاصة هنا نقسم اللفظ إلى قسمين، مهمل مثل دايز ومستعمل، والمستعمل ينقسم إلى قسمين مفرد ومركب. والمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه ويشمل على كم حاجة دلوقتي؟ أربع أشياء. والمركب هو ما يدل جزءه على جزء معناه كقولنا رامي الحجارة أو قاتل الكفرة. خلاص كده وضحت الأمور. لا وهو على قسمين. الآن حيتكلم على إيه؟ على المفرد ولا على المركب؟ حيتكلم على إيه؟ ما هو يشتبه عليك، هو بيقول إما مركب وإما مفرد، وبعدين قال إيه ما دل جزءه فأول ما دل جزء عكس ما تلا، لما قال وهو حتى لا يشتبه الأمر فذكر يعني قال أعني المفرد حتى لا يذهب ذهنك إلى المركب، فأنه بدأ به الآن حيتكلم عن الإيه اللفظ المفرد. احنا قلنا الألفاظ هنا بنتكلم في المهمل ولا المستعمل؟ المستعمل. فالألفاظ المهملة هذه يعني لا نتكلم لأنه ليس لها معاني، والمنطق يبحث عن الإيه؟ عن المعاني. واضح؟ وهو على قسمين أعني المفرد. بدأ هنا يقسم الألفاظ التي لها معاني إلى قسمين الكلي والجزئي، فأي لفظ مفرد يا إما يكون كلي يا إما يكون جزئي، بس بشرط يكون إيه مستعمل ولا يكون إيه مهملا. والآن لا يتكلم في التركيب وإنما يتكلم في الألفاظ الإيه المفردة. نعم. وهو على قسمين يعني بمسبوق الضمير المفرد كلي او بوصل الهمزة. تقول كده كلي نو بوصل الهمزة. كلي نو بوصل الهمزة يعني ما تقولش كلي او تقطع الهمزة، كلي تصل الى تسقطها كلي نو. جزئي كلي نو جزئي متروك التنوين للضرورة، ما تقولش كلي نو جزئي، لا أو جزئي من غير إيه من غير التنوين عشان الضرورة. حيث وجد يعني الضمير للمفرد، طب وجد هنا الألف هنا للإثنين، لا
اسمها ألف الإطلاق أو الألف للإشباع، زي ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، مفهوم؟ يلا. يعني الآن قسم لنا، وده المنطق كله مبني على كده، على الكل والجزئي. فإذا لم تعرف الكل والجزئي خلاص كيف تعرف المنطق؟ يبقى كل حاجة في المنطق كل جزئي ده. يبقى إذن كيف نعرف الكل وكيف نعرف الجزئي؟ قال لك كلمة بسيطة جدا، وهي أن الذي يفهم منه الاشتراك أو تقع فيه الشركة هذا هو الكل. أما الذي لا تقع فيه الشركة وإنما يتشخص ويتعين فهذا هو الجزئي. خلاص كده أظن ما فيش أسهل من كده. يعني اللفظ الذي يفهم الاشتراك يعني تشترك فيه أفراد كثيرون في معناه فهذا يكون كلي، أما الذي يتعين ويتشخص فهذا هو الجزئي. يبقى إذن الكل ده يصدق على كثيرين، أما الجزئي لا يصدق إلا على معين، على واحد أو على اثنين، أو المهم يكون معين محدد. مثل إيه الكلي؟ قال كأسد. يعني عندما تقول أسد فهذا لفظ إيه؟ كلي، لأن مفهومه يقبل الشركة، فيطلق على لو ألف أسد كل واحد فيهم أسد 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 أسد، لو مليون خلاص يقبل على كثير من غير حصر، ولا يطلق على أسد بعينه. إذن فهمنا إيه المفهوم الكلي؟ هو إيه؟ أنه اللفظ الذي يقبل الشركة. خلاص كده. ولذلك هنا لما نيجي مثلا إنسان كلي ولا جزئي؟ ها؟ ما عيناش أي إنسان. خلاص. طب لما نيجي مثلا مدينة، يبقى إذا أي مدينة يبقى إذا اسمه كلي، إنما لو قلنا المدينة المنورة يبقى خلاص يتعين، لأن لا نقول على أي بلد المدينة المنورة إلا إذا قصدنا الأنوار اللي الزائفة، أما الأنوار الحقيقية هناك في المدينة. طيب لو قلنا مثلا بلد، أي بلد، إنما لو قلنا البلد الحرام يبقى جزئي. يبقى إذن الجزء هو الذي يتشخص، عمر بن الخطاب، زيد بن حارثة، أبو بكر الصديق، العراق، بغداد، القاهرة، الأزهر، كل ده جزئي لأنه إيه؟ يتعين. أما الذي يقبل الشركة ويصدق على كثيرين فهذا هو الكلي. يبقى فهمنا إيه الفرق بين الكل والجزئي؟ هو إيه؟ أن يفهم منه الاشتراك، أما الذي لا يفهم منه الاشتراك فهو إيه؟ فهو الجزئي. طيب دلوقتي لما نقول مثلا الله ده كل ولا جزئي؟ ما هو لو قلنا لفظ الله كلي يبقى في الحالة دي لا تفيد كلمة لا إله إلا الله التوحيد. يبقى أي واحد يبقى إله، زي ما سأقول لك لا كريم إلا الإنسان، يبقى معناها أي إنسان مش واحد معين. يبقى معناها الإله هنا مفهومه أو الله مفهومه إيه؟ متعدد. شوف كده إذا قلنا هو إيه؟ كلي. طيب وإذا قلنا جزئي يبقى تشخص، والإله لا يتشخص. وذلك واحد كان الشيخ سعيد عامل كتاب اسمه رفع الاشتباه عن كلية الإله، كتاب كده زي ده بيبحث في لفظ الإله هل كلي ولا جزئي. فإذا قلنا إن لفظ الجلالة كلي لا تفيد الكلمة المشرفة توحيدا، وإذا قلنا جزئي حنقع في مشكلة إيه أخرى. لكن السؤال هنا، هل الإله الذي نعبده هو محدد
ويعني معين في إله واحد هو الله تبارك والموصوف بأوصاف الكمال واجب الوجود، ولا نعبد شيء كذا غير معين، معين ومعروف. فعلى أجل هذا نقول هو ليس كلي، خلاص وقع في مفهوم الجزئي وليس في مفهوم ولكن لا نطلق ذلك يعني من باب التأدب يعني، إنما هو ليس كليا. والذي قال بكليته يقصد الإله وليس لفظ الجلالة، زي وما من إله إلا إله واحد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. يبقى في فرق بين إله وبين الله. فالألفاظ هنا الكل والجزء برضو حيترتب عليها فهم مباحث علم الكلام. يلا. فمفهم اشتراك لأن لفظ الجلالة لا يفهم منه الاشتراك، فكيف يقال إنه كلي؟ ولو فهم منه الاشتراك لا تنفع الكلمة في التوحيد، فتصبح لا إله إلا الله معناها مش توحيد، لأن اللفظ اللي انت استثنيته ده لفظ مشترك يدخل فيه كثيرون. فمفهم اشتراك الكل يعني يفهم الاشتراك بين أفراده بمجرد تعقله الكل والمعنى. فالكل هو ما أفهم اشتراكا بين أفراده بمجرد تعقله. وجاب لك الأمثلة كأسد وإنسان وحيوان، هذه الألفاظ يفهم منها الاشتراك أو لا؟ إذن فهي كلية ولا جزئية؟ سواء خد بالك هنا في تقسيم ثاني للكل، احنا لسه ما رحناش عند الجزئي. الكل ده خد بالك هو كلي، ولكن يمكن انه المعنى ده الذي فهمته من اللفظ يصدق على كثيرين، يعني يقبل الشركة، لكن لم يوجد منه في الخارج اي فرد. يعني هو معنى في الذهن يفهم منه الاشتراك، لكن إذا نظرت إلى الخارج لا يوجد منه فرد واحد. ولكن في احتمالين، مع استحالة أن يوجد منه شيء أو مع إمكان. إذا فحنقسم خد بالك، أول شيء كلي لم يوجد منه في الخارج سواء لم يوجد منه في الخارج أي فرد، ده القسم الأول. خد بالك من الأقسام، أول قسم هو قول الأول لم يوجد منه شيء. طيب والقسم الثاني وجد منه واحد فقط. طيب والقسم الثالث وجد منه وجد منه أفراد. قام عندنا قسم الأول ما لم يوجد شيء، الثاني ما وجد منه واحد، الثالث وجد منه أفراد. ده التقسيم. خد بالك دول كم قسم، لكن الأقسام تؤول إلى ستة. فالقسم الأول كل لم يوجد منه ولا فرد، لكن في احتمالين، إما مع استحالة وجود فرد آخر أو مع إمكان. يبقى هذان قسمان. طيب والقسم الثاني ما وجد منه فرد واحد مع استحالة وجود غيره أو مع إمكان، إذن فهما قسمان. الثالث وجد منه أفراد، ولكن هذه الأفراد هل هي متناهية ولا غير متناهية؟ يبقى إذن صارت الأقسام كام؟ ستة. يبقى إذن هذا يسمى تقسيم الكل باعتبار وجود أفراده في الخارج وعدم وجودها. فالأقسام ثلاثة، لم يوجد منه فرد، وجد منه فرد واحد،
وجد منه أفراد، وفي كل واحد تقول إما مع استحالة أن يوجد غيره أو مع إمكان، فتصير الأقسام كام؟ ستة. لا، جاء لك في المثال الأول أو في القسم الأول بيقول إيه؟ سواء لم يوجد منه فرد مع استحالة أن يوجد منه شيء. إيه المثال ده؟ زي إيه؟ يقول لك في لفظ معناه كلي ولكن ما فيش منه ولا فرد، وفي نفس الوقت يستحيل أن يوجد منه أي فرد، وفي نفس المعنى ولكن يمكن أن يوجد منه فرد أو أفراد. فيه المثال مثلا عندما نقول شريك الباري، هذا لفظ ده كلمة شريك، المعنى الذي يحتويه هذا اللفظ هو معنى كلي، بحيث أنه يطلق على أي شريك يعتقده الكفار أو المشركون أنه شريك لله، سواء كان المسيح أو الملائكة أو الأصنام أو أي مشارك يقال له شريك. لكن بالنسبة للأدلة العقلية والأدلة النقلية، هل وجد منه أي فرد؟ هل وجد شريك واحد؟ طب هل يمكن؟ لا. يبقى هذا اسمه إيه؟ لم يوجد منه فرد واحد مع استحالة وجوده. ده بس في زعم مين؟ في زعم المؤمن. وهو كل المنطق، كل واحد بيدرسه بحسب عقيدته. فأنا لو مش مسلم هقول لا، أدخل القسم ده في إيه؟ في أنه يوجد. أجعل الآلهة إلها واحد، إيه العجب اللي بتعمله؟ إله آلهة دي كلها تخلوا واحد، إن هذا لشيء إيه؟ عجب. حمشي على المنطق بتاعهم، إذا كنت زيهم وإذا كنت موحد هقول لا، لا يوجد إلا إله واحد، والشريك له ليس موجودا ولا يمكن أن يوجد. خلاص كده؟ طب لما احنا بنقول في الكلمة المشرفة بنقول ايه؟ لا إله إلا الله. لو واحد مثلا يقول لي فين خبر لا النافع للجنس؟ ما هي لا النافع للجنس دي بتعمل عمل ايه؟ عمل إن مفردة أو مكررة. فين الخبر؟ ده فين اسم لا إله؟ ده فين خبرها؟ ها؟ اسمه ايه؟ تقديره ايه؟ لا إله موجود إلا الله، ماشي ينفع. لكن قال لك ماشي، ما هو معبود يعني موجود، يعني هو حيعبد ما لم يوجد. يبقى لا إله موجود، مش كده؟ يبقى إذن لا إله موجود إلا الله هتبقى بدل من الإيه؟ من الخبر المحذوف. إذا عملناها بذلك بنقول لا إله إلا الله بالرفع، إنما لو خلناها على الاستثناء هتبقى بالنصب، لا إله إلا الله ها، وفيها ده وفيها ده. فأعرف أعراب الكلمة المشرفة. كانوا زمان يرسموا الناس في الشفوي بسببها، يقولنا فيها خمسة أوجه، إذا ما عرفش الخمسة صفر عضوي مهما فعل، ولو استغاث بالإنس والجن، والاستغاثة شرك في هذه الحالة. يبقى قلنا ايه دلوقتي؟ تقديره ايه؟ اسم لا النافع الجنس خبره محذوف، لا اله موجود، مش كده؟ يجي واحد يقول لك طب انت بتنفي وجود اله الا الله، مش كده؟ طب لكن لا تنفي امكانه، يعني هو غير موجود لكن يمكن أن يوجد ولا لا؟ فقالوا تقديره، يعني تقدير الخبر المحذوف من مادة الإمكان أبلغ في نفي الشريك، فنقول لا إله ممكن إلا الله، يعني لا هو موجود ولا يمكن أن يوجد، فهذا يكون أشد في النفي من كلمة إيه؟ موجود، لأنك بتنفي وجوده لكن لا تنفي إيه؟ إمكانه. إنما لما نقول لا إله ممكن إلا الله، تيجي لك مشكلة أخرى
يقول لك يا أخي ده لما أنت تقول إلا الله والله تعالى واجب الوجود، فكيف تستثنيه من مادة الإمكان فيصير الحق ممكنا لا واجب الوجود؟ لأنك قلت لا إله ممكن، فتقول له إن المراد بالإمكان هنا الإمكان بالمعنى العام وليس بالمعنى الإيه؟ الخاص. فالإمكان بالمعنى العام يدخل فيه الإيه؟ الجائز، ويدخل فيه الإيه؟ الواجب، ولا يخرج منه إلا المستحيل العقلي فقط، بخلاف الإمكان بالمعنى الخاص. خلاص، الإمكان بالمعنى الخاص يعني زي ما نقول وجود زيد، فوجوده وعدمه سواء، فيمكن وجوده ويمكن عدمه. إنما الإمكان بالمعنى العام غير الإمكان بالمعنى الخاص. مين يفرق بين الإمكان بالمعنى العام وبين الإمكان بالمعنى الخاص؟ ها، يبقى الإمكان بالمعنى العام هو يسموه كده سلب الضرورة، خلاص كده، عن الطرف المخالف لما نطقت به. أما بالمعنى الخاص سلب الضرورة عن الطرفين الموافق والمخالف. فعندما تقول زيد موجود ده إيه؟ بالمعنى الخاص. يبقى معناه ليس وجود زيد ضروريا يعني واجبا، ولا عدم واجب، فيكون وجود وعدم سواء. إنما لما تنفي بالمعنى الإيه؟ بالإمكان بالمعنى العام، يبقى سلب الضرورة عن الطرف المخالف، فيكون عدمه ليس إيه؟ ليس واجبا، سلب الضرورة، يعني الضرورة بمعنى إيه؟ الوجوب، وإنما يكون وجوده هو الإيه؟ هو الواجب. فلأجل هذا تقديره من مادة الإمكان أبلغ في نفي إيه؟ في نفي الشريك. يلا، وإن كان يصح لا إله معبود مش كده؟ إلا الله، بس هنا هيحتاج إلى تقدير. ما هو؟ لو قال لي لا إله معبود إلا الله، طب ما كل الآلهة بتعبد، يبقى لا إله معبود بحق. ها، ولو قلت معبود مش أنت اللي قلت معبود ولا أنت؟ طب ما هو الآلهة بتاعت الكفار بتعبد أو لا تعبد؟ إذن هي معبودة. يبقى إذن ما الذي إيه اختص به الحق سبحانه؟ يبقى لا إله معبود بحق إلا الله. لكن هذا يقول لك، هذا في زعمك أنت، بتقول لا إله معبود، عندك أنت الله معبود بحق، وعند غيرك الآلهة الأخرى أيضا يعبدونها بحق، لأنهم لا يعتقدون أنهم على باطل، بل يعتقدون أنت الذي على باطل، ولو عرف أنه على باطل ما عبدها. فأحسن حاجة إيه؟ تقدر من مادة الإمكان. حتى لو قلت بحق برضو هقول لك طب ما احنا اللي على الحق مش أنت. يلا يلا. الكلي والمعنى، فالكلي هو ما أفهم اشتراكا بين أفراده بمجرد تعقله. يبقى بمجرد تعقله في الذهن تفهم منه الشركة، خلاص، حتى ولو لم يوجد في الخارج. زي ايه؟ زي الشريك، وزي الجمع بين الضدين. هذا ايه؟ معنى كلي تفهم منه الشركة، ولكن لم يوجد منه فرد في الخارج، ويستحيل أن يوجد منه أي فرد. طيب القسم الثاني، مع إمكان أن يوجد منه فرد، زي إيه؟ تقول كذا بحر من زئبق، هذا معنى كلي، وغير موجود في الخارج ولا بحر واحد من زئبق، ولكن هل يمكن وجوده أو لا؟ يبقى إذن هذا اختلف عن القسم الأول. صحيح مشترك معاه في أنه غير موجود، ولكن الأول يستحيل وجوده وهذا يمكن. فانقسم القسم الأول إلى قسمين. الثاني كلي يوجد منه في الخارج، ها
احنا قلنا هنا زي الجمع بين الضدين، او مع امكان ان يوجد منه فرد كبحر من زئبق، او وجد ده القسم الثاني ده، او وجد منه فرد. يعني المعنى الذهني ده صحيح، هو يقبل الشركة ويصدق على كثيرين، لكن الذي يوجد في الفرد في الخارج فرد واحد. لكن في احتمالين، أن يستحيل وجود غيره أو أن يمكن. فالكل الذي وجد منه فرد مع استحالة غيره كالإله، خلاص كده، أو ده كلي يطلق على أي إله. لكن بالنظر إلى الخارج هل يوجد غير إله واحد بالنسبة لما نعتقد؟ غير المسلم ما ينفعش معاه المثال ده، يبحث له عن مثال آخر. أو مع إمكان غيره، زي إيه؟ زي الشمس، خلق الشمس، ننظر الشمس واحدة، ولكن هل يمكن وجود شموس أو أفراد كثيرة؟ يمكن، ولكن الموجود فرد واحد مع إمكان وجود غيره، بخلاف الإله الموجود واحد أحد ولا يمكن وجود غيره. هذا هو القسم الثاني. يبقى إذا لفظ الإله هنا أصبح كلي مش جزئي، خلاص. وإلا ما جاز الاستثناء، لأن الاستثناء معيار العموم. يعني اللفظ لو كان خاص أو لو كان جزئي ما ينفعش الاستثناء. يعني مثلا في قوله تعالى والعصر إن الإنسان، الإنسان هنا معنى كلي بدلالة الاستثناء، لأنه يشمل ويشترك فيه أفراد كثيرين، بدلالة قوله إلا الذين آمنوا. فكيف يستثنى الذين آمنوا من فرد؟ لأن هذا الفرد كلي، لم يقل والعصر إن الناس لفي خسر، إنما قال إيه؟ إن الإنسان إلا الذين آمنوا. فالذين آمنوا استثناهم من فرد، وصح استثناؤهم من فرد لأن هذا المفرد كلي، والكل يقبل الاشتراك. يبقى إذن لفظ الإله كلي بدلالة الاستثناء، كيف استثني الحق سبحانه وتعالى؟ ولذلك بيقول هو في اللفظ يتناول كثيرين، يعني عمومه مراد لفظا لا حكما. بعدين القسم الثالث، احنا قلنا اول قسم لا يوجد ولا فرد مع استحالة او مع امكان. الثاني وجد واحد مع استحالة ان يوجد اخر او مع امكان. القسم الثالث وجدت منه أفراد، ولكن موجد منه أفراد متناهية أو غير متناهية، يعني في أفراد، يعني وجد أكثر من واحد موجود بالفعل في الواقع. ولكن السؤال هنا، هل الأفراد التي وجدت منه، هذا هو القسم الثالث، هل هي متناهية ولا غير متناهية؟ قال والله في أفراد متناهية زي الإنسان، والإنسان معنى كلي، والموجود منه في الخارج أفراد متناهية. واحد يقول لنا كيف تكون متناهية وهل الموجود في الخارج ده هو كل أفراد الإنسان؟ ده اللي كانوا قبلنا واللي حيجوا بعدنا. احنا بنتكلم على ما وجد في الخارج الآن، أما ما سيوجد ده لا نقول إنه وجد، لأنه بيقول ما وجد في الخارج. يبقى ما وجد يشمل ما وجد بالفعل، أما ما سيوجد ده لأنه قد لا يوجد. فخلينا في إيه؟ فيما تم وجوده. يبقى اللي هو موجود بالفعل، احنا متكلمش على اللي يمكن، هو بتكلم على إيه؟ ما وجد. اقرأ كده، ما وجد مش ما سيوجد. يبقى عندما يوجد نتكلم في حكمه، إنما الآن بنتكلم فيما إيه؟ فيما وجد، يعني فيما دخل في الوجود بالفعل.
السؤال هنا المهم ده، وهي النقطة دي الأخيرة دي صعبة شوية، الذي وجد في الخارج بالفعل اللي هو الكل اللي هو له أفراد ده، هل هي متناهية أو لا؟ قال والله في قسمين، في كده وفي كده. طب المتناهي زي إيه؟ قالوا المتناهي زي إيه؟ الإنسان، أن الإنسان متناهي لو حبينا، لأن الإنسان لو لم يكن أفراد الإنسان متناهية في العدد ما استطاع جهاز الإسكان يقول لك إيه العدد سكان العالم بالرقم، يعني في كل دقيقة يقول لك في مولود في كذا، يبقى أي شيء يدخل في الإحصاء أو في الحصر فهو متناهي. قال تعالى وكل شيء أحصيناه، أي شيء يدخل في الإحصاء يبقى متناهي، يعني مهما كان عدد الطلبة طالما أقدر أعدهم أو أجيب جهاز أو أحصيهم وأسجل أسماءهم يبقى اسمه إيه؟ ها؟ متناهي. فأفراد الإنسان أفراد متناهية. ليه؟ لأنه لها أول ولها إيه؟ آخر. طيب غير متناهية، راح الشيخ هنا قال كصفة وإيه؟ وموجود وشيء، فإنها تصدق بصفات الله تعالى القائمة بذاته التي لا نهاية لأفرادها كما دلت عليه السنة. يعني أنت لما تيجي لكمالات الله سبحانه وتعالى هل تستطيع إحصاءها أو عدها؟ فأقول لك دلت السنة على أن صفات الله تعالى ما يتصف به من صفات الكمال غير متناهي مع أنها موجودة بالفعل. يبقى هذا المثال مثلوا به ليه؟ للقسم السادس الأخير، أن هذا كلي، كلمة صفة يعني أي صفة من الكمال من العلم من الحياة غير متناهية خلاص، وهي موجودة وتسمى شيء خلاص، فإنها تصدق بصفات الله تعالى القائمة بذاته التي لا نهاية لأفرادها كما دلت عليه السنة، واستحالة وجود ما لا نهاية له إنما تثبت في حق مين؟ في حق الحوادث. خد بالك في تعليق تحت في الكتاب حيوضح لك أكثر، بيقول هنا إيه؟ فتصير الأقسام كام؟ كام الأقسام؟ ستة. فتصير هي ثلاثة، حتصير كام؟ ستة. إيه البيان الستة؟ الأول ما لم يوجد منه شيء، وتحته اثنين ما يستحيل وجوده كالجمع بين الضدين أو كالشريك لله أو كولد لله أو كزوجة لله، زي ما أنت عاوز في باب المستحيلات قول زي ما أنت. ما يمكن وجوده زي إيه؟ ها؟ بحر من زئبق. طيب الثاني وجد منه فرد واحد، تحته ايه؟ اثنين ما يستحيل وجود غيره كالاله، بس تحط جنبه الاله الحق خلاص كده. بعد كده القسم الرابع ما يمكن وجود غيره معه كالشمس، يعني الشمس لا يوجد منها الا فرد واحد لكن يمكن أن يوجد شموس كثيرة، بل وجد بالفعل كمان، يعني حتى المثال ده صار قديما، يعني أصبح لابد من تجديد، إنه في حاجة اسمها المجموعة الشمسية، يعني هي ليست شمس واحدة، ده حتى المجموعة اللي كانت كام؟ سبعة مش عارف كام؟ عطارد وبلوتو و زحل، زادت يعني ظهرت أشياء تانية زيادة، فأصبح ده المثال ده مش حينفع إلا إذا كان باعتبار الأقدمين. القسم الثالث وجد منه أفراد، تحته إيه؟ إما أفراد متناهية زي إيه؟ الإنسان أو الملائكة أو الإنس أو الجن أو الأنبياء،
ما هو كلمة نبي معنى كل يشمل أي نبي أو الرسل، ولكن أفراد الأنبياء وأفراد الرسل وأفراد الملائكة متناهية، وإن كان لا يعلمها إلا الله، إلا أنها متناهية. واضح؟ ما وجد منه أفراد غير متناهية كصفة وموجود وشيء وثابت، فإن أفرادها التي وجدت لا تتناهى، لأن منها الصفات الوجودية القديمة القائمة بذاته تعالى، وقد دل الدليل من السنة على أنها لا نهاية لها، واستحالة وجود ما لا نهاية له إنما تثبت في حق الحوادث ولا صح التمثيل. في ناس قالوا قالوا العقل لا يقبل، يعني يحيل، يمنع أن يوجد شيء في الخارج لا نهاية له. قالوا فيش كلام ده، العقل لا يقبله، لأن كل ما دخل في الوجود فهو محصور، فإذا لا يوجد شيء اسمه موجود بالفعل وهو غير متناهي. فنقول لهم هذا صحيح، العقل يمنعه، ولكن في شأن الحوادث. يبقى الكلام الذي احتجوا به علينا أنه يستحيل وجود شيء في الخارج له أفراد غير متناهية وهو موجود، إنما قالوا احنا ممكن نقول، يعني مثلا نقول نعم الله تعالى لا تتناهى، قال لك والله اللي دخل في الوجود، يعني النعم اللي وجدت بالفعل متناهية لأنها محصورة، أما ما يمكن وجوده من النعم هذا لا يتناهى، ده صحيح. لكن احنا هل نتكلم فيما وجد بالفعل ولا فيما يمكن أن يوجد؟ احنا نتكلم فيما وجد بالفعل، وما وجد بالفعل يكون متناهيا قطعا. ليه؟ لأنه لا يمكن، لأن الوجود أصلا هو متناهي، فكيف يوجد ما لا يتناهى فيما هو متناهي؟ العقل يكذب هذا ويرفض هذا. قال لك هذا صحيح، وإنما في شأن الحوادث وليس بمستحيل في شأن الله تعالى وصفاته وكمالاته. ولذلك بعضهم لما قالوا له يستحيل أن يوجد شيء لا يتناهى، فظن كده أو غلب على ظنه أنه مش هينفع المثال، فراح ممثل به بنعم الله كما صنعه بعضهم. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رضي الله عنه راح مثل للكل الذي لا يتناهى بنعم الله، وأيضا هذا مثال خطأ لأنها متناهية إذا دخلت في الوجود وهي وهي حادثة، لأن الكلام فيما وجد منه أفراد لا نهاية لها، ونعمة الله ليست كذلك. نعم هي لا نهاية لها بمعنى أنه ما من نعمة إلا وبعدها نعمة وهكذا، ولكن ليس هذا مرادا هنا. المراد هنا ما دخل في الوجود به بالفعل. إذن تحير العلماء في القسم السادس اللي هو غير متناهي، ولذلك لم يظفروا له بمثال. عند أهل السنة ما ينفعش تجيب له مثال، لا يصح التمثيل بهذا إلا على مذهب الفلاسفة. يعني عاوز تجيب المثال السادس تعتقد عقيدة مين؟ الفلاسفة. طب المثال حركة الفلك، فقالوا حركات الفلك موجودة في الخارج صح، ولكنها غير متناهية. ليه؟ لأنه لا أول لها، ما من حركة إلا وقبلها حركة إلا وقبلها حركة إلا وقبلها حركة إلا إلى لا أول. فهذا هو المثال الصحيح، لكن على عقيدة مين؟ هذا لا يتمشى إلا على مذهب الفلاسفة، من أنه ما من حركة إلا وقبلها حركة وهكذا إلى ما لا نهاية له في جانب الماضي. ولذلك يبنون لعنهم الله
على ذلك أنها قديمة بالنوع حادثة بالشخص، وهو مذهب باطل ومعتقده كافر. يبقى إذن أحسن حاجة نعمل إيه؟ نسقط، نخليها الأقسام خمسة، ونقول الأخير ده ليس له مثال لأنه مش حينفع. طب واحد يقول طب ما نمثل بكمالات الله مش كده، أو بصفات الله. قال لك يا أخي احنا بنتكلم اللي دخل في الوجود، في الوجود الحادث، لأنه المنطق بيتكلم في الحادث مش في القديم. طب نمثل بنعم الله، قال لك نعم الله اللي دخلت في الوجود متناهية، ونحن نتكلم فيما وجد لا فيما يمكن أن يوجد. يبقى ما ينفعش، أنا صريح معك، لا ينفع مثال على مذهب أهل السنة ولا حتى على مذهب السلفية، ما ينفعش لا على السنة ولا على البدعة، ما ينفعش إلا على مين؟ إلا على الفلاسفة. فالمسألة صعبة، يعني لو كان ينفع حتى ولو عند الوهابية كان جاي، لكن ما فيش خلاص. وأصلا هم الجماعة الوهابية بيحرموا المنطق، يعني مش هيبحثوا لي عن ايه. خلاص كده، ده يبقى كده فهمنا دلوقتي. نخلص الدرس، المفرد ينقسم الى ايه؟ جزئي وكلي. خلاص، ما هو الجزئي؟ هو الذي يمنع نفس تصوره او تصور معناه من وقوع الشركة فيه، زيد ابن حارس، عمر بن الخطاب الى اخره. كلي، ما لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه. نيجي بعد كده، ما لم يوجد منه شيء. يبقى فيه كام قسمين؟ ما يستحيل، ما يمكن. ما يستحيل زي الشريك، ما يمكن زي البحر من زئبق. ما وجد منه فرد واحد، يستحيل وجود غيره كالإله، كالإله الحق. ما يمكن وجود غيره كالشمس. ما وجد منه أفراد متناهية وغير ممكن. انت بدل ما تقول كالشمس، طب احنا قلنا في شموس، هات لي مثال غير الشمس، بس فرد واحد بس ما فيش غيره. ايه يا اخي؟ خلق سبع ومن الارض مثلهن، مش حافظ سوره الطلاق؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر. كيف تقول تنكر القران؟ وجد الارض سبعه. أيه الذي لم يوجد منه إلا فرد؟ العرش، الرحمن على العرش استوى. هل في عرش ثاني ولا عرش واحد؟ والكرسي، إذا أنت إذا كنت بتؤمن بالسنة والأخبار، الكرسي واحد بس، السماوات لا سبع كده، والعرش والكرسي واللوح المحفوظ وسدرة المنتهى والقلم. مين؟ لا ما تقولش القرآن، القرآن قديم. واحد قال القرآن، القرآن ده كلام الله، ده مش صفات الله دخلنا هنا. يبقى العرش، الحوادث، العرش، الكرسي، اللوح المحفوظ، ايش؟ افراد معينة، الكرسي معروف، اللوح، القلم، ليه؟ الجنة، لا الجنة، جنة واحدة ومن جنتان، وجنة المأوى وجنة الجنة كثير، جنات بالجمع، الجنة لا، ولا النار برضو، النار فيها. يبقى العرش، الكرسي، اللوح المحفوظ، القلم. خلاص اثنين، مين؟ الدجال. لا الدجال ده مش كلي، الدجال جزء واحد معين، ده جزء مش كلي، ولسه الان ما هو ما فهمش الكل، ما هو وفاكر الدجال ده اي واحد فينا. خلاص بعد كده قال لك ايه؟ متناهيه غير متناهيه. المتناهيه زي الانسان والحيوان، مش متناهيه زي صفه موجود ثابت الى اخره. خلاص كده انتهينا، قضي الامر في هذا الدرس، والله تعالى اعلم. اذا حد معاه سؤال حنقف على ايه؟ الذاتي. الدرس الجاي درس جديد، الذاتي والعرضي، وبعدين حندخل على الكليات الخمس اللي هي الجنس والفصل والنوع والايه والخاصه والعرض العام. خلاص بنخلص التصورات، وبعدين ندخل ان شاء الله على التصديقات.
أظن الشرح واضح وسهل ومفهوم ولا صعب؟ إذا لم يكن سهلا يبقى أمامكم أحد أمرين، يا تغير الكتاب يا تغير الأستاذ، يا إما نغير الطلاب. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد آله وصحبه وسلم. اللهم صل أفضل صلاة.